قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن مؤسسات مالية عالمية أكدت أن الاقتصاد المصري بات أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، خاصة البنوك الاستثمارية، مع التزام الحكومة المصرية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، فضلا عن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لدعم نمو الاقتصاد. كما أكد الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استمرار النظرة الإيجابية طويلة الأجل بشأن مصر، لافتا إلى التعافي الذي يسجله الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.